السميه ديالها سكينه. الله يجازيكم بارطاجي بارطاجي والله يجازيكم. مره تقول لنا تطوان، مره العرايش، مره مكناس، ما عرفناش شنو سميتك. سميتك 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 مريم. منين تينا؟ منين تينا؟ منين؟ دوي مريم دوي باش تمشي ودوي اختي. مسكينه علم الله شنو بها، مسكينه تخرجت من دارها مهكره. منين؟ منين منين بنتي انت؟ مريم دوي اختي باش تمشي ودوي باش تمشي انا وياك. منين؟ يمكن ناس. لا تي اصبر 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 اصاحبي اصبر. واخا دوي مريم باش نمشي انا وياك. مريم شوفي عمشي انا وياك دوي معاه نمشي ناس. طيب سميتها مريم الجمعي. شكون جابك سيدي سليمان؟ شكون جابك سيدي سليمان؟ فين باغي تمشي بنتي فين؟ مريم 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 فين باغي تمشي؟ انا وياك فين باغي تمشي؟ قولي له فين باغي تمشي باش يدينا؟ لونسير لاكار. ها؟ لونسير. اش من لونسير؟ اش من لاكار؟ اش من لاكار؟ لاكار تاع التران. فين؟ اش من المنطقة؟ فينا مدينة. والله مانيش عارف. اه. فينا بلاصة باغا تمشي انت هي في التران، فينا بلاصة. مكناس. مكناس، بغيتي تمشي لمكناس. ولكن الأصل ديالك من منين انت؟ قلتي قبيلة من الجبل. ها؟ تي طوان. الأصل ديالك منين مريم؟ دوي أختي باش تمشي أنا وياك. يلا دوي. دوي عيسى لي عمشي أنا وياك نمشي. أنت؟ لا. ها؟ أنت واقيلا رابور كتغني ها؟ مسكينة. ها؟ إذن كما كتشوفوا الحالة ديال هاد الفتاة الجميلة، بغيناكم الله يجازيكم بخير. تبارطاجي تبارطاجي الأوسان النطاق، ربما العائلة ديالها الآن تتقلب عليها. الأب ديالك ما عرفتي سميتو الأم ديالك؟ الأب ديالك والأم ديالك؟ بابا في الحياة. وي مريم ودوا صاحبتي قولي داك الشيء اللي قلتي لك. غاديين في لاكار. ها؟ مشينا و عارفة 12 وأنا 12 ونص. 12 ونص. شحال في عمرك؟ مسكينة ما عقلها على والو كتبان ليا. دوي عمري 28. 28 سنة. ما عندكش شي رقم ديال التليفون ديال دار. فاش مجوجة؟ كنتي مجوجة؟ لا خويتي انا عمري ما تزوجتش. اه. شتي دابا الحالة الآن كيفاش تبان لك الحالة ديال هاد البنت؟ اخويا الحالة ديال هاد البنت ماشي في ماشي طبيعية. ماشي طبيعية في العقل ديالها، وما بغيناش تتشرد وما بغيناش تضيع يتكرفصوا عليها. فهمتي دابا إلا كان شي واحد من العائلة ديالو كيشوفها يجي يلتحق بها. والعائلة صوني وحنا وصلوها. السلام عليكم. زيد اختي هاد البنت فوقاش هاد الشهر؟ شفناها دابا راه شي 4 ايام ولا 3 ايام في مدينه سيدي سليمان ودوينا معاها ما بغاتش تدوي مع حتى شي واحد ودوات معايا. قالت لي قلت لها السميه ديالك؟ قالت لي سميتي مريم ساكنه في مكناس. قالت لي خوتي كاملين في برا حتى واحد ما عقل عليك. قالت لي خوتها كاملين في برا. ها؟ هي من فاس. قالت من فاس؟ من فرنسا هي. ها؟ من فرنسا. كانت فرنسا. قالت لي كانت في برا وجعان. في فرنسا؟ قالت لي خوتها كاملين كاينين في برا. ملي لقيتها مدخله راجل الدار اش كدير هي وراجل الدار؟ قالت لك حقا كيبيع ويشري معاه. هو كيبيع ويشري معاك دخل الدار. كيفاش كيبيع ويشري معاه؟ شتي خرب دابا هذا؟ راجل داخل مع مراه الدار قال لك كيبيع ويشري معاه. هي واش درتي انت؟ زيد بيع ويشري معاه برا ما تدخليش الدار، راه حرام تدخلي للدار، منعو تدخلي للدار. ها وشنو قالت لك ملي قلتي لك تدخلي راجل الدار؟ ما دويتش معاه دابا لحد الان ما كان. وانت راه المراه مدخله راجل الدار عيب طلعت شنو مدخله راجل الدار قال لك ما دويتش معاها. لا راجل ونص تبارك الله عليك. دويت معاه دكتور. يعني دخلت راجل الدار انت ما دويتيش معاه؟ ما دويتش معاه. راجل تبارك الله. ما قلت لها حتى شي حاجه. لا راجل تبارك الله. واش غندير؟ دير لك ان شاء الله. كيفاش دير؟ علاش غتهضر؟ علاش صافي؟ الا هاد المراه غتدخل راجل الدار واش عاد نبقاو هنا نهضروا في التجاره ولا في حوايج اخرين؟ الا انت شتي شي حاجه ما عجبكش. انا بغيت حتى نستشر معاك يا دكتور عاد نشوف واش غندير. عيطتوا لعائلتها تجمعتوا حاولتوا تناقشوا هذا المشكل تحلوه؟ ما عيطت لا العائلة لا والو. صافي هي في الفوقي وانت هي في السفلي وانت شي واحد ما كيهضر مع شي حد. والوليدات فين جالسين معاك ولا معاها الفوق؟ لا جالسين معاها. جالسين معاها وانت جالس كتنوض تخدم وتخرج تدخل دارك في الليل صافي ما كاين حتى شي حاجه. شكون اللي كيطيب لك؟ شكون اللي كيوكلك؟ كي تدير طيب بوحدي نصبن بوحدي نطيب بوحدي ناكل بوحدي. وعلاش الشريف ما درتيش المسطره ديال التطليق؟ علاش ما طلقتيش لحد الان وانت 5 سنين وانت مهجور؟ اه دابا دكتور اسمح لي الله يرحم لك الوالدين رانا مرتبك رانا مرتبك بزاف. قول لي قول لي بشوي عليك. دابا مني مشيت لهاد يومين هادي باش مشيت عند السيد اللي كتب لينا العقد. اين عقد؟
ديال الدار ديال الهيب. هاد الشيء علاش ما هضرش هو؟ هاد الشيء علاش ما هضر ما تكلم هو؟ قول لي السيد فيها الكتبه وكاتب لي الدار. صافي. على وهبتي لها الدار؟ ايوا وهبت لها الدار تحت على حساب الشركه باش نديروا فيها البيرو. اييه. دابا ملي مشيت نشوف سميتو لقيتها كاتبه الدار كلها التحتانيه السفريه والبريميال. تبرات عليك. وانا ملي برت التقاعد شديت واحد 19 مليون بنيت لحد جوج طبقات فوق. دابا انا في الدوزيام والتروازيام فيها هي. دابا بنيتي انت الطبق الثالث والرابع. اي الثاني 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 والثالث والرابع هي تمام. وغيت الحل ودي دكتور انا مزوق فيك. لا تبارك الله. قولوا لي قولوا لي الحل الخوت قولوا لي الحل. الله يحفظكم لهم قولوا لي الحل. السلام عليكم خوتي وخواتاتي العيالات العيالات بقاي شاده في راجلك بسنانك راه غير طلقي والله حتى هي مرت الراجل قسما بالله كتشوفك كدير راسها ما شافتكش وكتجر راجلها كتخاف منك تدي ليها راجلها ربي يعني هاد المطلقه على زعما قدها متلقه هنا شادي متلقه زعما ولا شنو شنو علاش كتبها متلقه هنا زعما فهاد الورقه خايبه لهاد الدرجه غادي تدي لك راجلك راه مستحيل وديما امي عجبتني واحد البنت ولكن مطلقه امي وامي بغيت نخوض واحد الدريه مالها فايت فيها الزواج الا فايت فيها الزواج اوليدي لا علاش كون كان فيها الخير كون قعدت عند راجلها ايه امي انتي اختك مصاحبه مع وحده مطلقه كيفوتي هذيك راه ما تصلحش هذيك راه ما فيهاش الخير وبقى راه تيطلقوا عليها دابا نسيت مسكين كتهضر مني والله العظيم مني هو ما تتشدش لي ديك اللي مطلقه كيبدا يهضر فيها وحقه لا كانت اختك تقدر تكون حتى الوالده ديالك كبراتك حشومه احترمونا شويه عطونا شويه ديال الثقه احترمونا وديروا حنا راه حنا خوت في الاسلام وعطونا شويه ديال الاحترام الله يجازيكم بخير ويلي وشكرا صافي الصراحه انا عندها الحق هذا كل اللي قلت يا رب السلام عليكم صافي هادي داكشي ما فيها والو انا ما كيدير من الحبه قبه وصافي قصه شنو هي القصه هاد اربعه ديال البنات اربعه ديال البنات مع هاد الاغنيه هادي اربعه ديال البنات مهدي سافروا لواحد المدينه جالسين مع بعضياتهم دوزوا النهار زوين في الليل غادي يجلسوا في الطبيله يبداو يهضروا لعبوا كارطا يهضروا يتناقشوا هادي والموسيقى مطلوقه وحده فيهم قالت اش قال لي راسك قال راسك دير هاد الاغنيه هادي حيت عاشقه لحميد القصري وعاشقه للتقناويت شي اللي عاودت لي المستمعه بالتفصيل غنعاودو لكم اربعه ديال الصحابات هادو صحابات ما كيتفارقوش سمعوني واحد الساعه الاغنيه تلقات وسكات وما كاينش الحركه وحده فيهم عاش مع الاغنيه هما ما عارفينش ان داكشي كيما كيقولوا هما اونتر بارونتيز اللي فيها تكونسونطرا مع الاغنيه وكما قالت لي جاوها الهويش ما عرفتش انا هاد الهويش شنو هما الهويش جاوها الهويش السيده ما بقاتش معاهم السيده كانت جالسه معاهم واحد اللحظه طارت ما بقاتش معاهم ماشي طارت بمعنى ان الجسم ديالها ما فيش فيزيكمون طارت زعما صافي ما بقاتش مكونسونطري معاهم السيده مشات اش غادي يطرا هاد السيده مهدي بدات كدير دي موفمون حركات اللي ماشي هما هادوك وحده بغات توقف الموسيقى قالت لا ما توقفيش الموسيقى خليها حيت خايبه لي هيدا هادشي اللي عاودت لي خايبه لي هيدا توقفات الموسيقى واحد الساعه وهي طيح بدات كتحير طيح كتحير كطيح وكتحير كطيح وكتحير كطيح وكتحير وبدات كتهضر ما هضرتش بالصوت ديالها اللي طاحت ثلاثه بقاو مصدومين الرابعه ما هضرتش بالصوت ديالها هضرت واحد الصوت عمرو ما سمعوه هذيك الصوت ديال بحال زعما اللي غتكون مسكونه زعما ولا شنو بحال هكا ديك الصوت ديال اكثر من صوت الراجل ديك الراجل اللي غلق بزاف صوت حرش بزاف هما يخافوا وهي تبدا تفرش فيهم هادي كتفرش شكون انت شكون هذا
قال لهم انا غادي نقول لكم شكون انا. انا فهاد السيده هذه 12 عام 12 عام وانا فيها ترونكيل ما عرفني حد حتى جبتوني نتوما. وكيف ما جبتوني نتوما مهدي انا غادي نجبدكم ونجبد لكم الدواسة ديالكم. كيفاش ما كيفاش بداو كيدخلوا يخرجوا في الهضره. ايوا اجي تسمع. قال لي انتي فلانه انتي اللي لابسه اللون فلان فلاني انتي سميتك في دادا وطاطا والسميه ديال باك هادي وسميه ماماك هادي. قلت له اه. قال لي انتي السيد اللي كانت معاه شكون اللي فرق عليه. كيفاش السيد اللي كان معاه السيده اللي انا فيها شكون اللي فرق عليه ماشي انتي. قال كيفاش اه كنا انا وياه كانت هي معاه وانتي اللي فرقتي عليها. وها كيفاش درتي خديتي النمره ديالها من التليفون وهادي. السيده بقات غير كتشوف التضمات. وقال لي انت اللي جالسه تما سميتك هادي وسميتك هادي وسميت باك هادي وسميت امك هادي. ايوا ماشي انت اللي ديتي الفلوس لفلان فلانيه مصاك لفلان فلاني لصاحبتك فلان فلانيه وعيتو ما تقلبو كديري راسك ما عارفاش شكون اللي خدا. ماشي انت اللي خديتيهم وهاش درتي بهم واش درتي بهم واش درتي بهم. يلا تخيلوا مهدي تخيلوا مستمعين تكونوا جالسين في هذه الجلسه وتولي بواصه كي وانتي الفلان فلانيه ثالثه ما درتيش هذه وما درتيش هذه وما فعلتيش هذه وما درتيش هذه وما كنتيش خبي عليهم هذه وما كنتيش حتى سلام هذه. عرفتي شنو حتى سلام حتى قال لهم داكشي اللي نورمالمون خصو يتقال كامل ويرجع رجع لداخل ديالها وبدات كتهضر عادي مالي قال لها ما كاين والو. كتقول المستمعة من تما من داك الليلة كل وحدة فينا مشات نعسات من تما ما رجعناش فينا بعضياتنا ما رجعناش تلاقينا. وهاد الحديثة دازو عليها سنوات. سؤال مستمعينا واش نتوما فيت وقعت لكم شي حاجة بحال هادي؟ زعما هادشي غيكون بصح زعما شي ولاد عيب الله علينا هادي راهي قصة يعني تقدر تكون نصيحة تقدر تكون غير كذوب وصافي.